السلطن طبعا مش هي دي الغنوة طبعا بتاعت الفنانة جميلة وردة، بس قاعدين بقى بنت السلطن، وطبعا هي مجهدة طبعا زي ما انتم شايفين صوتها مجهد شوية. سلطنة كده شويتين تلاتة. فطبعا اهو مريم بقى معاكو. مساء الخير، عاملين ايه؟ لا ما بعرفش اتكلم. مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيبين. بنعمل اغنيه جديده يا رب تعجبكم، انا واستاذ تامر صقر، كلمات أستاذ سيد عبد ربه، ألحان مريم جمال، غناء مريم جمال، توزيع الأستاذ تامر صقر. أتمنى تنال إعجابكم. أستاذ أحمد أنيس فنان جميل أحمد على فكرة. يعني من عازفين الجمال جدا للعود، صوت جميل وربنا يخليك. إن شاء الله الفترة اللي جاية كده هتسمعوا حاجة جديدة بعملها ان شاء الله انا والفنانه الجميله مريم جمال، بشكل جديد خالص وفكره جديده وبتاعت الناس، غنوه دراما حلوه، وان شاء الله يا رب كده تنال اعجابكم. تحياتي لكم جميعا، تامر صقر.